والله صدقني اقسم بالله كنا عايشين عيشه باهيه نتاع عنتر وعبله ولا نتاع نعرفش. تصور انت واحد راجل ومرته في الدار ولا في بيت النوم فهمني، وقتها تطلبها في التليفون تضرب معاها ساعه ساعتين، تطلبها تحفظ الاوقات نتاع سبحان الله نتاع السهريه ونتاع الجو ونتاع خارجه فهمني، اوقات حرجه تعرف وتعيط تقول يا ولادي سيبوني براس امك. تحب تجبد مرتي باش تونسها باش تكمل معها حياتها، انا هذاك اللي فهمته باش تونسها ما عرفش على الخير ولا على الشر، يا تطلبك وقت فطور يا وقت جبت الذري ولا ما خلتكش اختها تجيب ذري؟ والله قريب ما تخلي قريب تمركي لي، انت جبت الذري ولا قريب ترشم لي قديش يلزمني نجيب من واحد وتقيد لي معناها اختها واخواتها مش اختها اخواتها قريب يرشموا لي قديش جبت من وليد ولا جبت من واحد جبنا واحد جبت واحد الحمد لله في الازمه ذي عايش جبت واحد. هاي عملت فيك مزيه انت من غير ما خليتك تعمل لا فياجرا لا حتى شيء فهمت، تنجم تعيش من غير فياجرا فياجرا كحبوب منع الحمل. انا راني غالية ومهري غالي، مهري دو دينار ديو دي فو 2000 اللي جي يقدر عليهم ال 2000 2000 الولف والفو. قلت لي نسي ما عادش عاجبيني، سامحني مع كامل احترامياتي للنساء كما قلت لك المراه هي الام والاخت والزوجه فهمني وليلى محمد رسول الله، اما مش بصفة معناها بصفه عامه انه التربيه ضرت معناها التربيه ما عادش معناها العبيد النساء بصفه اكثر من 70% تو كما قاعدين نشوف تو ولد المراه تطلق تفرح المرأة ما تحبش تعرس اللي هو كان يجيها عريس معناها يجيها خطيب تفرح حومة كاملة وفرحانة فلانة جاء تولت ما عادش تحب تعرس معناها تملص من المسؤولية تحب تعيش كل مرة في بلاصة ولا ما عارف شنيا أنا ما عارفش حتى الغرب ما يعيشوش كيف ما يظهر لي تو اللي قاعد شنو اللي خليك تاخذ الفكرة هذه على المرأة؟ علاش خذيت الفكرة السيئة على المرأة؟ سامحني ما خذيتش الفكرة السيئة راهو اغزر لي كان ترى أنا من تجربة خاصة فهمني ولا من منظور خاص ولا من زاوية خاصة أنا نتكلم هكا بحكم أنه لاحظت أنه ثم بنات ولا نساء يدخلوا فيهم خاصة أخواتهم العازبات اللي ما عرستش تقضي لها وتدمر لها حياتها الزوجية. خلينا نحكيو على التجربة نتاعك وتوصلها للانفصال وتفصلها للطلاق. والله شوف تذمرت من التدخلات العائلية لزوجتي، كانت نجم تنجح علاقتنا ولباس ونستحمد ربي واثمرت معناها وليد وعايشين لباس ولو انا معناها حياه خاصه واحد ما ينجمش يثيرها بالكذا بالكذا، اما التدخلات نتاع العائله هي اللي هلكتنا ودمرت معناها وجرتنا للطلاق فهمتني وربي يهدي وكهو. نجم تعطيني كيفاش تدخلوا عائلتها كيفاش وصلوكم للطلاق؟ دخلوا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، جي معناها الأخت تتكلم تدخل في الحياة الشخصية نتاع أختها بالبيع والتيه معناها مش لعبة، ما تحترمش أوقاتها معناها. تصور أنت واحد راجل ومرته في الدار ولا في بيت النوم فهمني، وأختها تطلبها في التليفون تضرب معاها ساعة ساعتين فهمني، هذه حاجه وقتاش تطلبها تضرب ساعه ساعه تطلبها تحفظ الاوقات نتاع سبحان الله نتاع السهريه ونتاع الجو ونتاع خارجه فهمني. جبت الذري ولا ما خلتكش اختها تجيب ذري؟ والله قريب ما تخلي قريب تمركي لي، انت جبت الذري ولا قريب ترشم لي قديش يلزمني نجيب من واحد وتقيد لي معناها فهمني. جاوبني جاوب انت جبت الصغار ولا ما جبتش؟ هاني قاعد نجاوب فيك انا اختها قريب اختها واخواتها مش اختها اخواتها قريب يرشموا لي قديش جبت من وليد ولا قديش نجم نجيب من وليد ولا ما عرفش ينظروا لي على مستقبلي شنو باش نعمل. اي جاوبني انت جبت صغار ولا جبت ولا اكيد انا عندي اثمرت العلاقه منها ولا جبت من واحد جبنا واحد جبت واحد الحمد لله في الازمه ذي عايش جبت واحد. هاي عملت فيك مزيه انت من غير ما خلتك تعمل لا فياجرا لا حتى شيء فهمت، جبت غشير ولا عملت لا عمليات لا وذني كذا وواحد ان شاء الله تعيش بالكدا انت في المجتمع في الوقت هذا تنجم تعيش انت فياجرا فياجرا كحبوب منع الحمل هذيك ومنع الحمل تعمل هذيك الحبوب نتاع منع الحمل هذيك معناها تقلق الصحه وتجري. انت خرجت على الموضوع جمله انت خرجت
هو قال عائلة مرته فما أوقات معينة يطلبوها يقعدوا بالساعات في التليفون معاها. هو ما يحكي على الضرر، ما عادش يخليوه مع مرته. هو يحكي على الضرر، هو يحكي على الضرر. أنا ذكرت أنا بضارة النافعة. إجا لنا باش تزيد تسمع الموضوع وتريش. نرجع أنا به نرجع. قلت لي قلت لي يطلبوك في أوقات معينة ما يخليوكش حتى تقعد مع مرتك على راحة. أوقات حرجة تعرف وتعيط تقول يا ولادي سيبوني براس أمك. لا شوف الوقت، تعرف الوقت إيش تطلب؟ يا تطلبك وقت فطور يا وقت يا وقت واحد قاعد معناها مع مرته معناها عايش معاه فهمني. والله صدقني اقسم بالله كنا عايشين عيشه باهيه نتاع عنتر وعابله ولا نتاع نعرفشنا وعيشه والحمد لله. ونفتخر انه انا ما عنديش شارع، انا واحد من الناس وراه ثم توانسه كيفي، راه ثم توانسه ناكد لك كيفي. ما عنديش شارع، ما عنديش مراه في الشارع، ما نخزرش في الشارع جمله فهمني. عندي مرتي الور ما عرفش، انا تحس مخواتها غيرين منها بصراحه بصراحه ما عرفش. طلقت انت؟ ان شاء الله عقري ما حبش ما يقولوش ان شاء الله عطلي. ما حبش تروح، ما حبش تروح، خرجت من يدي ولا تتحكم فيها اختها. امشي اسكن في تونس، امشي اسكن عرش. انا نسكن في الريف وعايش ولا بيس انا وياه. حب تسكنني في تونس عرش وسكن من انت تعمل في القنال ولا ما عرفش. جيت انا للطبيب وعندي ولدي بحبيت باش نتقابل انا وياه لهنا. قديش عمره ولد؟ 15 سنه. ما عرفش اختها قلت لك تحب تسكنني في القنال ولا تحب ما عرفش وين في ما عرفش. ما عنديش دار انا في تونس، انا عندي داري في بلادي ومرتي عايشه معايا وعايشين لاباس. دخلوا لك الفيروس وذرونا ونشكي بهم من ربي وحسبي الله ونعم الوكيل. اما فما حاجات بالحق تحسها وكانها تصطنع في افكار سيئه، هي قاعده عازبه وكما قلت لك فهمني هي كذا تحب تجبد مرتي باش تونسها باش تكمل معها حياتها. انا هذاك اللي فهمته باش تونسها ما عرفش على الخير ولا على الشر. امور انا حاولت جريت عملت المستحيل باش نرجع مرتي، ما حبتش هي تجي باش ترجع وهي تكلمها تقول لها لا ما ترجعش ما ترجعش. تسمع كلامها تصور انت معناها هي استغلوها شخصيتها ضعيفه فهمني، انسانه زواليه استغلوها بوها زاد كيف كيف. ما عرفش كل واحد باش يخم. ولت الناس تفرح بمرات تطلق تفرح بها، ما عرفش كانت قبل الناس تفرح بمرات تعرس ولا تهني على روحها. توا باختصار العائله ما عادوش مخلين المراه يدخلوا في كل شقيقه ورقيقه. هما فرحانين اللي بنتهم باش تطلق؟ الله اعلم، ربما محضرين اعطوها الرجل الاخر. ما عادش استغرب حد شيء في المجتمع، احنا مازلنا في المحكمه. تصور انت مرتي تكلمني تقول لي غدوه نجي، غدوه الحي يكلمني بو يقول لي لا ما تجيش. تكلمني اختها تقول لي لا مش جايتك، راه جايتني انا نسكن في كذا راني كاريه واختي جايه بحذاه باش تسكن بحذاه. فهمتني معناها شيء هبل. تصور انت شكرا وثم عباد كيفي انا راهي هسرت ومرضت. انا الحمد لله معناها جاب ربي معناها لقيت احبابي ولقيت اقاربي معناها تحكي له ولا تشكي له معناها نفسانيا الحمد لله ثم شويه توازن وكذا. انا راني غاليه ومهري غالي، مهري دو دينار ديو دي فو 2000 اللي جي يقدر عليهم ل 2000 2000 الولف والف كلمة باركة. الثورة هذه ثورة الياسمين خلكم قيس شعيد جينا الرادس وقال راي ثورة ثقافية. ثورة ثقافية هي الثورة قصة حب باختصار، لا كتبتها كلام لا رفعتها كتب. بين شكون وشكون؟ زينة والزينة منورها، جنة خضرة تعمل كيف، سبحان الله اللي مصورها واحفظها باسم اللطيف، زينة أم القد الزينة حنينة وأعطاها لحنين. اسمعني نجي نكلمك، والله بالحق هو هزل والهزل توا قاعد نشوف فيه أنا حقيقة واقع قاعد يصير في تونس والله العظيم والله. دومك شنو يتعاود جدد حياتك؟ يا أسفي ثم يا أسفي على هالبلاد. قول لي قول لي خلينا بالبلاد. ماكش ناوي تعاود جدد حياتك؟ انا ما عادش خم على روحي، نخم على ولدي غدوه. شكون مشيخ؟ ولا بالحق؟ انت هما اغزر لي انا تحسهم معناهم ما عرفش انا تحس يهلكوا في العائلات وفي في الصغار وفي الشباب. الاولاد توا في حد ما دامك خايفه على ولدك استنين تمشي تخطب لولدك نهار اخر تلقى بو الطفله ساكت والام هي اللي تحكي وتتشرط وتطلب. يستحيل معناها، لكن لقيت الام هي اللي تتكلم ابعد ما تكملش على خاطر بالحق. لكن لقيت الراجل معناها هو اللي عنده قرار معناها ويتكلم خذ وعينيك مغمضه. لكن لقيت الراجل ما عنده حتى حكايه واحد يتنازل ويتراجع وكاو.
فهمني؟ انا باش نقول لك اعطيني رايك في الاهل اللي يوصلوا يطلقوا بنتهم، اللي يختاروا لبنتهم الطليق وسيله وحيده باش نعرفش يمكن باش يفضوا مشاكل بنتهم ولا حاجه، يختاروا لها الطليق. خليني ناخو عائلة مرتك هما المثل، يعني هما اختاروا طليق لبنتهم كما قلت لي انت وكما حكيت لي انت، شنو رايك معناها في العائله هكا؟ غزر لي راهو ريت منين ينتج هو خذا القرار ولا خذت لكان مراه كبيره ولا راجل كبير، فهمني اسمعني، لكان مراه كبيره ولا راجل كبير جي يسمع الحكايه غلطه وما يفهمهاش، والمراه من جراء تاثير اختها اثرت عليها ورد حاجات ما مش موجودين، معناها حستها انه عايشه في حياتها معناها نكد وما هيش عايشه وكذا، هي لناش تعمل تصنع حكايات تحكيها لهم هو بو وكذا وكذا، كي يسمعوا هما الحكايات هذوك مش يعملوا هما، يقول لك مسكينه عايشه في جحيم، فهمني، وهي العكس العكس تماما، معناها هي محسوده مثلا على عيشتها وعايشه لاباس عليها، جيرانها اهل اصحابها كذا فهمني حازينها على العيشه اللي فيها، على خاطر شنو هي؟ نحن قبل نقولوا الفائده في الهناء، فهمني، تو ما عادش الفائده في الهناء ولا الفائده ما عادش يعني الفائده في الغناء، مراه تمشي لك بحكايه تحكي ياثروا عليها. خليك انت من هنا عندك فرصه باش توجه لها هي كلمه وتوجه لعائلتها كلمه. والله شوف كان تتفرج فيا ولا تتفرج في الحلقه هذيا، انت نعرفك زواليه ونعرفك شخصيتك ضعيفه ونعرف اللي قاعد ياثر عليك راه والله ما يحبك والله ويكرهك، بالعكس يحب يحطم لك حياتك ويحطم لك حياه ولدك ويحطم لنا حياتنا بصفه عامه، كان هذاك ربي ما تسمعش كلامهم سايب عليك ارجع كما كنا 10 15 ولا 17 سنه توا، انت تعرف وتعرفني انا شنيا معاك، وراك حتى كان تقول كلمه ولا كذا بعد نعرفك تندم بينك وبين روحك، والدليل على ذلك فهمني، والدليل على ذلك انه ما عرفش انا من غير ما نثيروها النقطه، اما المهم ارجع سايب عليك ارجع لدارك، هذا هو اللي نجم نقول. ولدك تشوف فيه كيفاه ولا مصدوم ومشوكي، معناها مش يتحطم، معناها ولد واحد كان مصلي على النبي عليه، ماك تعرف كيفاش الناس الكل تحبه، الناس الكل تشكر فيه، جيرانك والناس اللي تعرفك معناها يقولوا راهي كانت في ارغد العيش ولاباس عليها، وانت تعرف كنت في دارك لاباس عليك، غدوه الحيره باش تضربك الحيوط وباش تتبع خواتك وخاصه اختك، وتعرف انا اختك اللي نقصد فيها انا، هما زوز بقيه بارك الله فيهم عارسين متهنين ومهنين رجالهم فهمني ويهزوا الراس، اما خاصة زوز انت تعرفهم فهمتني، ابعد عليهم راه باش يحطموك وراه باش يضروك، بالحق باش يضروك، ومن بعد راك ما تلقاهمش فهمتني.